السلام عليكم. النهارده عملت الاوضتين الصغيرين، وقدام لسه الشقه كتير، لسه قدامنا بكره ان شاء الله. فعندنا بقى ايه، عندي اخر حاجه في الفريزر طلعتها فراخ بانيه وصدور ووراك اللي هي الحمام الكذاب، ولقيت ايه تاني بس، والحاجات بقى الباقي انا شلتها قلت هستعملها بعدين، بس فضيت على قد ما اقدر حاجات كتيره جدا في الفريزر. طيب النهارده بقى هنعمل ايه؟ هتقطع البانيه، مش عارفه اشوف ايه، كده كده في عمال في شقه ماما، فمش عارفه هعمل ايه. نشوفهم مع بعض ونشوف ايه هنجهز ايه منه. كده غسلت الفراخ البانيه وغسلت الوراك. طيب عشان اعمل بانيه، ولا عندي زيت ولا عندي زيت. طيب عشان اعمل شاورما ما عنديش فلفل وما عنديش بصل. طيب عشان اعمل مش عارفه، فانا النهارده هقطعه وهتبله كده بتتبيله حلوه، واعمله على الجريل واحط فيه صوص كده، واعمل معاه شعريه زي لسان عصفور شعريه. يلا بص اهو، نلف بقى. انا كنت هعمل مكرونه، انا كنت مفكره في بانيه، لو كنت هعمل بانيه اللي هو الفراخ المقليه ما عنديش، وعشان اعمل رز ما عنديش رز. نعمل عشان عندي شعريه كتير، اعمل شعريه. نعمل الفراخ البانيه دي بقى بتتبيله بزعتر كده، ونقطعه من الاول ونشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو زي البانيه كده. كلها بقى بنفس الطريقة. تبقى حلوة قوي كده، وهي خفيفة ولا فيها زيت ولا حاجة. اهي اقطع كل الصدور اللي عندي دي، ناخد بس الفص ده لوحده كده الاول. بسم الله، اقطع بقى كله. وبعد ما وانا بتبل اوريكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قطعت الفراخ كلها، حبه زعتر حلوين كده، وعندي نص واحد لبن رايب بتاعتي اهي، في عندي حبة كمان في الزيت تانية. ايوة اهم حاجة ما يكونش ايه بيلسع او ممرر، دي اهم حاجة معانا. كده حطيت اللبن الرايب والزعتر، ملح. بسم الله، ادي حبة ملح كده حلوين، حبة كمان عشان الفراخ ده طلعت كيلو ونص تقريبا اهو. رشة فلفل حلوة كده، عايزه اقول لكم الفلفل الفريش ده بيفرق في طعم الاكل جدا جدا جدا. ما يقولكوش ان احنا بنقعد نلف فيها شويه كده، بس بجد حلو قوي. ايوه القديمه اللي كانت عندي وانا في شقه الزاويه برده اللي حسن كسرها لي كانت حلوه برده. حط حبه كمان. بصوا بقى بتنزله وانت بتحطي الحاجه بتشمي ريحه الحاجه، يعني يا خرابي على الجمال. كفايه كده. عندي حبه هوت صوص اللي هو صوص الحار. بسم الله، عشان بيديها طعم حلو وريحه حلوه كده. كده كده كل الصوص ده هينزل معاهم في الطاسه او في الشوايه، بيديها يخلي الفراخ طريه وحلوه قوي اهو. حبه مستردة كمان، ونحط معلقه خل، ونحط لا مش هحط زيت، كده كده هحط في الجريل حته زبده كده. وعندي فصين ثلاثه توم كده اهو. بسم الله اهو، سهل يا رب. فصين تتتون كده حلوين طبعا، وهي بتستوي في نفس الوقت هولع على الشعرية حمرها وطشها على طول بمية سخنة. يا سلام يا سلام يا سلام اهو، بس كده
ادي فصين التوم كمان حطيته. عايزه اقولكم بتاعه التوم دي هايله هايله هايله. انا برضو من نوع بحب التوم الفريش، ما بحبش التوم ابو فريزر ده. حبه بابريكا حبه بهارات. يا ايدي يا ايدي يا ايدي يا ايدي بتعفن على ايدي. حبه بهارات صغيرين من ده وحبه بهارات صغيرين من ده. وهو ذلك اهو. يا رب نحط حبه بهارات فراخ. يا رب بسم الله. نقلب بقى تقليبه حلوه كده. انا نفسي ما بقعدهاش في التتبيله لان كده كده هي بتستوي جوه التتبيله. فاهمين قصدي؟ يعني انا ممكن اديها تشويحه واحطها في الفرن، ممكن احطها كلها على بعضها في قلب صينيه في الفرن، بس انا بديها تشويحه الاول لسبب هوريكم السبب ايه. لو حطيتها كده كلها في قلب الفرن هتقعد تنزل ميه ومش عارف ايه، لكن لا مديها صدمه كده على البوتاجاز في قلب الطاسه او الجريل تبقى متحمره. واحط بقى عليها بقيه الصوص اللي نازل منها ده وادخلها من الفرن. الله الله عليك يا استاذ. يلا بقى نولع على الجريل في نفس الوقت، نولع على طاسه على حله عشان خاطر نحمر الشعريه كمان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عند الجريل اهي حته زبده. يا زبده انت يا زبده كده. لا 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 بحب الحركه دي قوي كده. تمام تمام تمام. سيبها بقى تسيح كده عشان الفراخ تنزل تترنح. يا سلام. اول بقى ما نحطها هتشم ريحه التتبيله بتاعتكم. بسم الله الله عليك الله عليك يا حبيب والديك. ريحتها بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. اهو نجهز بقى صينيه عشان ندخلها الفرن. نولع الفرن يسخن بالمره لحد الفراخ دي ما تاخد لها تشويحه يمين وشمال. يلا نبص على ايه، نحط الشعريه بالمره جاهز عشان ايه نستفيد بالوقت وعندنا كذا حاجه في وقت واحد. بسم الله. عندي طاسه فاضيه اهي. حته زبده مع شوية زيت. طبعا ما ينفعش نعمل زيت بس للبتاع عشان الزبدة بس عشان الزبدة تتحرق بسرعة. اهو محمر الشعريه بقى كويس قوي لحد ما تاخد معانا لون. اهو سيبهم بقى يتحمروا مع بعض ونجهز الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا بقى الفراخ بدات تتشوح معانا اهي عشان نشيلها على طول نحطها في صينيه في الفرن. وهنا الشعريه بتتحمر. تمام والتمام والتمام. اول بقى ما اخلص التحميل ده كله ورصهم في الصينيه برده هوريهم لكم. ولسه الصوص اللي بقى منهم هم هما دول اللي انا هحطهم عليهم وادخلهم جوه الفرن، مش هحط اكتر من كده. كده حمرت الشعريه حط عليها معلقه صلصه. بسم الله. معلقه واحده كده اهو واحده اهو. تمام. احط بقى الميه. بسم الله. حطي بقى ملح وفلفل وسيبها تستوي براحتها. يلا نبص على الفراخ بالمره.
البابريكا وشوية فلفل، نحط بقى شوية ملح، نزود مية كمان. بسم الله. بس هنعملها معاملة الرز بالظبط، معاملة الايه الرز. تمام قوي كده، كده عظمة قوي. هندوق كده. بسم الله. نغطي بقى عليها واسيبها تستوي براحتها. يلا نبص على الفراخ. بصوا بقى كده حلو قوي، بصوا اللون كده عظمة عظمة عظمة. بسم الله. انا مشغله العينين. بصوا بقى حبه البتاع اهم. بس كده يغلوا غلوه، يلموا كل الصوصات والحاجات دي، ونحطهم على وش الفراخ في الفرن 5 دقايق بالظبط. الفراخ عندي ارصها بس في الصينيه رصه حلوه كده، علشان ايه شكلها حلو متبقاش كده ايه مكومة فوق بعضها. بس كده كده ألاجة ألاجة ألاجة. يا عارفين بقى في رشة كزبرة خضرة. الله عليك يا حبيب والديك، بس انا عشان غلبانة ما عنديش. بسم الله. بس كده 10 دقايق بالظبط في الفرن، ونطلعها وتكون الشعريه استوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الشعريه لونها حلو جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. اهي اما حاجه تكون مفلفله كده. بسم الله. اهي زي المكرونه المحمره كده بالظبط. اهي ايه لا الشبشب يا حسن. شايفين بيتريق عليا ازاي يا ناس؟ شايفين الراجل بيتريق عليا ازاي؟ شايفين الراجل؟ انا اتنحى على الشبشب. ايه لا الشبشب؟ يا للمهزلة، بعد 30 سنة في البيت مراتي بتقول لي لا الشبشب. لم نفسك وقلع الشبشب بقى احسن لك. بس كده حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى الفراخ كده عليه حلو قوي. بالصلاة على حضرة جمال النبي. حسن تعالى دوق كده الفراخ دي. انا مالي، مش انتوا اللي عملتوا عبده فسلكه وفطشوه؟ هما كام واحد جوه؟ دول حتتين كمان. هتبقى 3 مهالي وزازه ميه و1000 جنيه. الراجل ده داخل بالشبشب على السجاده اللي لسه فرشها في الاوض. ها؟ الراجل ده هيجنني هيجنني. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، بعد بكره العيد. كل سنه وانتم طيبين. شايفين وعمال ياكل في الشعر انا لسه عاملاها. جميل قوي. شفتوا شفتوا التفاصيل؟ شفتوا؟ باكل في بيتي يا جماعه حرام. وعمال يدوس على الارض وزغدني زغدي كده. وحاطه في البانيه كمان. وزغدني زغدي كده وانا معديه. احسن من ساعه تنساها. لا و حلو؟ او بس سخن. اصبر اكل ما يبقى. اصبر اصبر. لازم اعمل تيست. جربوا يا جماعه الفراخ بالطريقه دي، سهله جدا وحلوه قوي، والتتبيله بتاعتها حلوه، وكمان مع الشعريه حلوه قوي، وكمان خفيفه وناعمه وطريه وكلها حنيه. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم. من مكاني هذا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. اهي بصوا الصينيه حلوه ازاي؟ تعمى. تعمل قلت لهم شويه انت نفسك متاكله ليه؟ وطي شويه للناس اهو. بصوا حلوه
حلوه باينه كده ما فحكوش ولا كمان لا حلوه يلا السلام عليكم.